اهلا بحضراتكم من جديد. السبت ان شاء الله الساعه 8 في استاد الجيش في برج العرب نهائي كاس مصر، نهائي الموسم الشاق الطويل جدا الاهلي وطلاع الجيش والبحث عن الثلاثيه الحمراء هذا الموسم باذن الله، كما بداها ببطوله السوبر ينهيها ايضا باذن الله ببطوله الكاس والسوبر. الاهلي النهارده اختتم تدريباته في القاهره وسافر للمبيت في الاسكندريه. بيتسو موسيماني واخد معاه 22 لاعب، الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بنون المدافع المغربي الجديد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وايمن اشرف وحسين الشحات والسليه وصلاح محسن وقفشه ومعلول ونصر ماهر ومحمود وحيد واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني. وطبعا محمد شريف بعد ما ثبتت عينته سلبيه والحمد لله تشافى وتعافى، لكن النتيجه الايجابيه لمساحات كورونا مستمره مع وليد سليمان وديانج واحمد ياسر ريان، الثلاثي في العزل المنزلي والعلاج والفريق في افضل استعداداته يا باشمهندس، يتدرب بكره في اسكندريه وان شاء الله المباراه 8 مساء السبت. ربنا نجينا من اي امطار ونقدر نلعب على الملعب ده مره وهو يعني بحالته لان ده الحقيقه بيؤثر على الناحيه الفنيه. ايوه. وهو اللي بيتاثر بيه اكتر الفريق اللي هو يعني عنده مهارات، عنده يعني اللي بيعتمد على ان الكوره تبقى على الارض، اللي بيعتمد الكلام ده لانه بيغير لك اسلوبك. يعني الملعب لما يكون غارق او كله حفر او في حته مبلوله او حته ناشفه بيغير لك اسلوبك في اللعب، تضطر تلعب كوره فوق الارض وبيغير لك المفهوم بتاعك. ربنا يعني يخلي الملعب ده كما رايناه اول مره ان شاء الله. لجنة الحكام الرئاسية لم تعلن بعد عن طاقم التحكيم اللي هو هيكون مصري لإدارة هذه المباراة، لكن إذا كانت دي دفتر أحوالنا هناك كلام كثير في الغربال. الغربال ولهذا هو أعظم نادي في الكون. الشعار الجميل اللي جمهور الأهلي رفعه وكاتبه في وجدانه الأهلي أعظم نادي في الكون، هنقول لكم دلوقتي بالارقام والحقائق ازاي هي حقيقه مش مجرد شعار، لكن الاستعداد لثلاثيه الموسم ان شاء الله في هذا التقرير الصوتي. لأن الأهلي دائماً كبير، وكبير العائلة الرياضية في مصر وإفريقيا يبحث دائماً عن البطولات، فبعد التتويج بدور أبطال إفريقيا منذ أيام قليلة بالفوز على الغريم التقليدي الزمالك، ومن قبله التتويج ببطولة الدوري للمرة 42 في تاريخه، يبحث عن الجمع بين الثلاثية بعد 48 ساعة في المباراة النهائية لكأس مصر أمام طلائع الجيش. الثلاثية أصبحت حلماً يراود كل أهلاوي يعشق أن يرى فريقه على منصات التتويج وليس غيرها، لا سيما في ظل حالة النشوة التي يعيشها الفريق بتتويجه باللقب الإفريقي التاسع محلقاً بعيداً عن كل منافسيه. الأهلي دائماً ينظر إلى الأمام وينافس كبار العالم، ولم لا؟ فقد حقق الثلاثية من قبل مرتين، الأولى موسم 2005-2006 عندما توج بدور أبطال إفريقيا 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي، قبل التتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين تحت قيادة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه. وواصل الأهلي مسيرته الأسطورية تحت قيادة جوزيه وحافظ على ألقابه الثلاثة في الموسم الحالي بعد تتويج جنوني بلقب دوري أبطال إفريقيا 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، قبل التتويج باللقبين المحليين في موسم 2006-2007. ولكونه الأهلي احتفت الصحف والمواقع بتأهله إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد، وقالت الأخبار بطل الدوري في نهائي الكأس، فيما وصفت الأهرام المسائي الأهلي بالنوة التي ضربت زعيم الثغر لتسير في طريقها إلى الهدف المنشود. فيما قال موقع اليوم السابع روح إفريقيا تصعد بالأهلي لنهائي الكأس وتضرب موعداً مع الطلائع،
ليؤكد معه الوطن سبورت على تلك الروح الإفريقية، وقال: احتفالات أبطال إفريقيا مستمرة، الأهلي يقتل الاتحاد ويتأهل لنهائي الكأس. وتغنت المواقع بالروح العالية لدى الأهلي الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز غال وثمين، وقال في الجول: بالفيديو بهدف في الوقت القاتل، الأهلي يقلب الطاولة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر، ليستكمل بتلك الروح أفراحة مثلما قال: يلا كورة، الأهلي يستأنف احتفالاته بإزاحة الاتحاد عن طريقه إلى نهائي الكأس. أهلا بكم. أعظم نادي في الكون هي حقيقة ولا تباهي وتفاخر؟